Sen anlat Karadeniz. ما فيك تنفخ ولا فيك تطيرني لأنه صعب عليك تسحب هيك نفس. لا أنت زودتيها، اسمعي لكان إذا بتكوني كل الهواء. قولوا بالكم. أنت حط رأسك على رجلي بالأول وبوعدك رح أكسره. يسعد صباحك جاتي ما، بس اليوم ما جبت لك أكل معي. لأنه اليوم رح أخذك لبرا وطعميك. مو مفهوم أبداً شو اللي عم تحكيه براك. استني بس لحظة لحتى اشيل هالقماشة من على تمك. وين أمي؟ وأختي؟ الله يعينن، أختك وأمك المعترين من أردن خانم المسكينة اللي صارت بلا أصابع هلا والملاك البريء جيلان. اشتقتي لهم كتير ما هيك؟ أها ليكي براك، إذا عرفتي إنه أمك وأختك كانوا بعاد عنك بس مسافة ضيعة واحدة من هون، شو بتعملي فيني؟ حيوان. لك ما تقولي لي كلام هالقد حلو، ما بتحمل حالي أنا، قلبي من وراكي رح يصير حنون. عقوبتك خلصت وبدنا نروح. لوين؟ بناخد نفس ومنروح لبرات البلد، شو رأيك؟ اللي أمي وأختي وين موجودين؟ ما تخافي براك، نحن رح نشوفهم بعد شوي. نزلي راسك، رح نصير عيلة واحدة كبيرة وسعيدة كتير. حطيلي حزامك بالله. أيوه نفس. ييت أنا، أنتي، أمك، أختك، وإذا بدي أعيشن صباح العيد منكون حلوين أحلى لمة والله. جاهزة يا أميرتي؟ العرس مصطفى، تأخرنا كتير بالنومة، ليش ما فيقتني لهلأ؟ عنا كتب الكتاب ولساتنا نايمين. يلا حياتي، يلا يلا. شو يا سية؟ الكتاب بعد الظهر؟ خلاص تعي تسطحي، لسه بكير. مو وقت حركاتك مصطفى. لك بعد عني شبك، يلا قوم نشتغل، تحرك. شو صاير؟ شو سبب هالهدوء كله؟ معقولي ناموا بهيك نهار؟
يلا بنتي قومي قومي يلا حبيبتي، اليوم كتب كتاب عمك، قومي يلا صحصحي وغسلي وحضري لي حالك. حماتي تعرفي وين الشباب؟ ما في حدا منهم هون. شو بيعرفني أنا؟ صباح الخير أمي. صباح النور مصطفى. لا تقلبي الدنيا من الصبح عاسية، أسماء طالعت إذن من المحكمة مشان كتب الكتاب، رح تجيب ييت وطاهر راح ليجيبن، والشباب راحوا على السفينة من مبارح. وليش يعني؟ شو هاي ليش؟ طلع في قصة بالسفينة مبارح ولازم ينسحب الرمل. لا تخافي رح يلحقوا كتب الكتاب. رح يلحقوا كتب الكتاب؟ لا ما يعذبوا حالهم دخيلك، من الصبح لازم يكونوا هون ويساعدوني، يعني نفس لازم تنجاب لعندي مشان بلش بتحضيرها. بدك جيب نفس أنا؟ عن جد عم تحكي مصطفى؟ ايه طبعاً آسية، طالما هاتنين قرروا يخبصوا الخبصة حتى لو ما وافقنا نحن لازم نكون معهم. من يوم يومك ابن أصول. يلا خاطركن بدي أمشي، تأخرت، يلا ادعولي. الله يوفقك. أهلا بيت، اطلع وفوت، مو مشكلة يكون عند الرجال صاحبة بس بكفي. لك شو هي تتجوزها؟ صباح الخير اختي. عمي عثمان ماله هون؟ بالجامع، هو بيجي على البيت بعد صلاة الظهر. اي يلا امشي معي، شنطتك جاهزة؟ ليش التوأم ما اجوا؟ لأنه عندهم شغل، آسية بعتتني بدالهم لأخذك. أنت وطاهر حكيت وشو تغير؟ ما فهمت عليكي. ما قلت بصير كون صاحبة وما بصير كون زوجة؟ ليش غيرت رأيك؟ سمعتينا معناته. ما حسيتك خايف من إنه صوتك يكون مسموع؟ أنا مالي غلطان نفس، إذا ما حكيت في غيري رح يحكي. طاهر ما بيعمل بأخوه شي بس بغير أخوه بيعمل، وهالشي أكيد بيقوصه بأرضه. بقى فهميني كيف بدك مني اسكت وأنا عم شوف أخي عم يتورط؟ أنا ما كنت قبلانة. بعرف بس هداك المجنون ما رد عليك. انسي، ما رح نستفيد من الحكي بس لنشوف كيف بدنا ناخد احتياطاتنا من اليوم ورايح. يلا خلينا نمشي، إذا تأخرنا آسية بتقوصنا نحن اثنين. امشي بابا. بابا ما فيك تبيني بهالطريقة بابا. انا بعمل اللي بدي اياه، حرام عليك. على بيت جوزك. شبك شو صار لك؟ ولا شيء، لو انه ابي ما باعني كنت طلعت عروس من البيت اللي خلقت فيه. كان اخوك طاهر بيطلعني منه هلأ ولابسه الأبيض. يا ربي دخيلك شو هاد؟
ألو، نفس معي. أنتوا جاهزين ما هيك؟ بالمينا نحن. يا ريت ما تطولوا. اللي وين كنت مخبي مرته لنجيب وبنته؟ ما دخلك إيشن. المهم إنهن هلأ باليخت عم بينطرونا. تعال شوف يا ابني. أمي ما رح تجي لهون وبتشوف، لأنه أنا قلت لها ما تجي. أمك رح تجي، هي رح تجي ورح تبقى معي عطول. وأنا كمان، إمتى بدك تاخدني لعند أهلي؟ وإنتي ما عندك صبر أبداً؟ نفس رح أتصل ومنروح سوا كلنا. طيب ما بيصير أسبقكم لعند أمي؟ مشغول بالي عليها. قديش صايرة متطلبة إنتي يا بنت؟ بعد إيدك عن طير الغربة، حتى هي أزيتها كمان. ليش اجينا على الشركة هلا؟ طاهر بيقول لك بعد شوي. طاهر شو الموضوع؟ ليش اجينا لهون؟ مصطفى قال لي انت بتحكي لي. تعي معي هلا. ليش شو كل هدول؟ قال لي وينه ابني؟ فيدات خطفه ما؟ لا بعد شوي. كيف؟ ليك أخي، اوعك تبلش حكي لأنه طقت روحي. ولك لا تخليني بلش فيك، ضروري نحكي. فيدات عرف إنه حتتجوزه. كيف عرف بالقصة؟ أنا شو بيعرفني كيف عرف؟ الصبح إجا لعند أمك. هو؟ فيدات؟ إيه. ولك هالواطي شو له شغل ليجي لهون؟ هو قال لأمك الشكات مقابل تجيبوا نفس، رح ياخدها هي وليت ويهرب فيهم. نفس إذا ما بتكون عنده الصبح بده يمحي عيلة كليلي من الدنيا. طيب أمي شو قالت له؟ هي خافت وقالت له منعطيك، وجت لعندي وخبرتني باللي قاله فيدات. فهمت؟ هلأ أنت بفهمك. حالف يمين وما رح تغدر بنفس وبابنه. أمي ليش بدها ترفض عرض مثل هاد من فيدات؟ ولك يا ولد، أنت مفكر إنه أمك بتغدر؟ شو ما عملت بنفس تعمل عادي، بس هي ما بتعطي عليها برات هذا البيت. ما تنسى أمك بنت أصول. ما شفت شو بتعمل بمرتي؟ يعني بفهم من هالحكي أمي قبلت بنفس كني؟ لا، يعني انت عطيها شوية وقت كمان لبين ما تتعود عليها. تعرف بدها وقت لتوافق. ايه، وشو رح نساوي؟ منشتكي على فيدات بالمخفر بكرة؟ شوف حكيت انا ومدحت ييت ويصيطوا مع ابوه هلأ، وقبل ما يطالعوا فيدات لبرات البلد القانون ما رح يخدمنا بشي. فيدات بيوقع بطريقة واحدة، واللي هي انه نفس تنمسك مع فيدات بنفس المركب. هيك منوجه له تهمة بانه خطف نفس وهرب فيها. نفس رح تكون مع فيدات بنفس المركب؟ أيه. مستحيل. اوعكن هذا التافه يقرب من نفس.
متوقع منك هالجواب. أنا بعرف منيح شو أتصرف. هو وناطر يشوفني، رح يشوفك إلك طاهر. هو معه ابني، تخيل يعمل فيك شي ويهرب بابني لبعيد. بدي اجي معك. شو عم تحكي انت؟ ما رح تروحي لهونيك نفس. لا بدي روح. تحرك. اسمعي، رح تروحي مع اسماء من هون على بيتنا، بجيب معييت وبجي لعندك قبل موعد كتب الكتاب. انت بدك تستنين هنيك مثل الشطورة، عم تفهمي؟ ما بدي استنى، حياتي ومو قدرانة اتحكم فيها، مليت على طول قراراتي حدا عم ياخدها عني. لك والله انا كبرت، قلت رح روح يعني رح روح. ولك حاجة، هذا اليوم خليه يمرق. حاربت الكل على جبهة وانت على جبهة لوحدك، قلت معلش. ايه بس لا تنسي هلقيت مع ابو عديم الشرف، ما تحاربيني بنوب. ما تقولي بدي روح، بس مرة ما تعترضي وقولي موافقة على اللي طاهر بيقوله. بس ما تبكي كمان، بييت رح يجي معك، هذا وعد. دير بالك على حالك، ممكن توعدني؟ بوعدك نفس. طيب معناها رح أقول لطاهر يعمل مثل ما بده. بشكر الله وبحمده. هلأ روحي مع أسماء على البيت، بس اجي معي تكوني جاهزة لكتب الكتاب. منيح اللي ما استنيت أسماء، على أساس تجي بكير تساعدني. صار الظهر وما شرفت الخانو. ولي حماتي، نسيت اسكب القطر على صينية البقلاوة. بدل مقعدة عم تتفرجي، قومي اسكبي القطر عليها لروح أنا كنس قدام الباب وأشطف العتبة. حطيتي له ليمون ما هيك؟ تعرفي شغلة، أنا متفاجئة اليوم، نقطة التحول تبعكن كبيرة كتير. سنية خانم رح تسكب قطر البقلاوة تبع عرس نفس. أوه. حماتي، وقت قلت لك قومي كنت عم جرب حظي، تعي لشوف. ايه فهمت. طيب طيب بسكوت، يلا اسكبي القطر. حماتي، معقول تعمليها وتغيبي عن وعيك؟ ليش تغيب عن وعيي؟ تتذكري لما غبتي عن وعيك على عتبة الباب بيوم عرسي؟ الكل قالوا وقتها الكنة اجت والحماية راحت. كم مرة بدي قلك يا بنت إنه وقتها طرق راسي بحديدة الباب. إيه إيه صح، هيك صار. ولك نفس، مو مصطفى رح يجيبك؟ شو جابك مع أسماء؟ آسية بعدين بحكي لك. سنية خانم، ما بتعرفي قديش ممنونتك لأنه خبرتي أخي مصطفى عن خطة فيدات. ولادي وينهن هلأ؟ هنن راحوا ليخلصوا ييت من بين إيدين فيدات، إن شاء الله ما يقوصوا على بعض. سنية خانم، مسكيها. انتي منيحة؟ آه.
تعال أخي. جيت. تعال. براك تعي. ارجعي. مستحيل. امي واختي بهداك اليخت. بده يصير قواص. ارجعي لورا. نفس وين مصطفى؟ عندك كتب كتاب فيدات. صعب تجي لهون. فخ! اشعل! انتبهي! خدوها! زينان! ارجعي! اختي زينان! 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 تذكرت ما؟ هلا ما ضل عندك فرصة. أخي طاهر بوس إيدك. إمي وأختي أخذوهن على المركب. ساعدني. يا عمي مدحت، خبر خفر السواحل يوقفوا المركب فورا. حبيب قلبي. عمو طاهر انقذتني مره ثانيه. طبعا يا روحي، ما بتركك. خفر السواحل لقطوا إيشن ورح يجيبوها. مين كمان؟ أنت شو قصدك؟ ما كان في غيرها على المركب. حيوان ولك! وين أخذت أمي وأختي إلي؟ قول وين أخذت أهلي؟ قول! انسي أمك وأختك، لأنه ما رح تلاقيهم بحياتك. بركي بيلاقي لك ياهن طاهر. ورجيني؟ ما بتوقع طاهر ما رح يلاقيهم كمان. حيوان! أنت حيوان! واحد واطي! ما شفت أوسخ منك! تعي! مراد خد ييت لبعيد أخي! ماشي! يلا! خدوه! يلا!
كل الناس بيكون في عندهم نقطة ضعف صغيرة بجنوا وقت تقرب لهم عليها، ولما بجنوا هدول الناس بصيروا بيخوفوا كتير ساعتها. كنت مديون لإلي بإصبعين مكسورين بيدات، وبعد ما حصلت ديني صار فيني ارتاح واتجوز. اترك لي أو امشي، الله معك. سلام. يلا قوم على السيارة، تحرك، قوم تحرك قدامي. يلا عمري حبيب قلبي، ألف حمد وشكر لك يا رب. ألف الحمد لله. يخلي لي إياك يا عمري. بدك تخليني جن من كتر ما عم حبك لك مصطفى؟ أساساً هذا اللي طالبه، مو طالب غيره. نلعب يلا. لك أحلى أخوة بالدنيا كلها. بلاها هاي أحلى، مشان ما أحس حالي مثل البنات. فاتح شكراً كتير على كل شيء. شو هالحكي، ما في داعي تشكريني على الشيء اللي عملته، هو ابن أختي وأنتي أختي. مشكور أخي. هداك اليوم وقت اللي خبرتونا انه بدكم تتجوزوا، سمعتي مني كلام بشع كتير، مستحيل تسمعيه مرة تانية. ما رح اكذب عليك، الله موجود فوق راسي وما رح اكذب. ما كان بدي اياكي من خوفي على حياة اخي وبس. والمجنون ما رد على حدا، عمل اللي براسه. بس بعد اليوم انت كنت هالبيت، وابنك ييت ابن اخي طاهر، صرتي هلا من عيلتنا. اهلا وسهلا فيكي معنا. شكرا اخي. شوها؟ شاطرة تحضني هدنك التوأم؟ الكبير ماله حظ، منسلم عليه بس بالإيد. تعي لشوف لعندي، تعي تعي. شكراً أخي مصطفى. الشكر للغريب وبس. يخليلنا إياك. ويخليلي إياكن. بلشوا بتحضيرات كتب الكتاب، بس أنا اسمحولي. حبيبتي انتي اختي. تعال لا تبكي. احلى شباب والله. ليكو عنا شغل. يلا يا عروس خلينا نفوت نجهزك. ايه ولي لعيونك. انت شو عملت؟ خلصت هديك مصطفى؟ ليكي امي، وفيت لاخي بالوعد اللي وعدته، وصنت اليمين اللي حلفته. انت امتى شفتي ابنك مصطفى حلف يمين وخلف فيه؟ انت غدرت فيني يا ولد. امي اسمعيني، ما ضل شي وما عملناه معه. طاهر ما حيترك نفس بنوب، شفتي بعيونك بعد كم ساعة نفس حتصير كنة لعيلتنا، يعني رح تصير مثلها مثل آسية، رح تصير مرته. وأي كلمة سيئة على هالمخلوقة تعتبري إن انحكيت على كل الموجودين بالبيت. فيدات الحقير ما رح يحل بنوب عن كتافنا، قال لي رح ياخد بيتنا منا. بس مفلس يا ابني، شو بدنا نعمل؟ الله كبير وبيحلها.
بس ليكي ما خبرت حدا انه اتفقتي مع فيدات. برأيي كمان انت تضلي ساكتة وما تخبري حدا، وإلا طاهر بحياته كلها مستحيل انه يسامحك، وانت بتعرفي هالكلام. وبعدين من زدت الحجرة ولازم يوقعوا كلهم. اتفقنا؟ اتفقنا. نعم بدنا نحكي مع ييت شوي، لو سمحت تركينا خمس دقايق. حاضر. تعا حبيبي. اوبا شوفي بشو بدنا نحكي حبيبي. تعرف انه نحن فريق قوي كتير، ما هيك؟ ايه طبعا، انا وانتي وعمو طاهر. اسمع لكن ليك، يعني انا وعمو طاهر نحنا بدنا ييت. اذا انا هلا طلبت امك منك تعطيني اياها؟ طيب بالاول شو بدك امي؟ لا اتزوجها مثلا؟ مستحيل. ايه طيب اهدى حبيبي، اهدى شوي، مثل ما بدك. ييت طلع فيني، هذا الزواج من نوع تاني، مو مثل الزواج تبع ابوك. كيف يعني نوع تاني؟ تقصدي انه مو خسارة؟ ييت بس امك تتزوجني ما رح تكون خسرانة بنوب. بس بهالطريقة انا بكون خسرتك. قلي شو هو اللي خايف منه ييت؟ يعني إذا أنت تزوجت من أمي هيك بوقتها بدك تصير أبي، وأنا ما بدي حدا يكون أبي بنوب، لأنه بدي عمه طاهر وما بدي غيره. ييت بس أنا بحبك مثل ما أمك بتحبك وأكتر كمان. أنت رح تكون ابني، أما أنا صدقني رح ضلني عمه طاهر على طول. عم تفهم؟ هالشي ما رح يتغير أبداً. أكيد ما بيتغير أبداً؟ طبعاً ما بيتغير، طول ما أنت بدك هيك. وعد ما؟ وعد، وعد من طاهر المجنون. عمو طاهر حبيبي. إيه قول لشوف، رح تعطيني أمك؟ خدها وتهنى فيا، ليش لا؟ طيب مو المفروض تسألني إلي؟ ولشو بدي أسألك؟ بصير ابن عمو طاهر مثل ما كنت عم احلم، وبعدها ما رح نفترق ابدا، ما هيك؟ وبترجعوني من بابا كمان. رح نرجعك باسرع وقت يا حبيب قلبي. اخ حبيبي. السلام عليكم. قلي لشوف، اليخت اللي وقفوه خفر السواحل، مين كنت رح تخطب فيه؟ مين رح اخطب فيه؟ كنا رح نعمل بالبحر الأسود جولة. ماشي، بكرة منسمع شهادة الشهود ومنقرر. إذا كان كلامك صح بتركك تمشي. أنا انضربت، يعني أنا لازم كون بالمشفى، فليش أنا هون هلأ؟ عم تدعي إنك انضربت يا أفندي؟ بس يمكن أصابيعك انكسر وإنت عم تنط من على شي جرف مثل ما صار مع نفس. في عندك شهود شي؟ أي في عندي. أنت ما شفت الطاهر وهو عم بيكسر لي أصابيعي، ولا حتى شفت زعران الضيعة وهنن عم بيقوصوا علينا والرصاص كان مثل زخ المطر، مو هيك؟ طبعاً ما شفت شي بنوب. شو هالاتهامات المريضة هي ولك مجنون ها؟ شو رأيك إنه نبعتك على الطب الشرعي؟ بتعرف إنه اللي عم تعمله اسمه استغلال منصب؟ والاتهامات تبعك افتراء كلهم، لأنه بالوقت اللي عم تتهم فيه طاهر كان عم يحضر لكتب كتابه.
الزلمة مشغول بتحضيرات كتب كتابه، ليش لحتى يجي ويقوس عليك؟ إمتى رح تتركني امشي؟ قلت لك قبل، نسمع شهادة الشهود أول ومنكتبها ومنعمل منها نسخ، هذا بياخد شوية وقت. ليش أولى؟ كتب الكتاب لازم يخلص بسلام، ولهيك رح خليك عندي. انت واحد وسخ. مو حابب اكسر بخاطرك، بس اعتبرني قلتها. مجبور اطلع، لازم لحق كتب الكتاب قبل ما يخلص. فيني اسألك ليش حابسين فيدات بدل ما تحبسوا طاهر يا حضرة الملازم؟ ممكن تفهمني؟ ايه طبعاً فيكي تسألي، وأنا كمان بدي اسألك ليش واقفة مع شيطان طالما لسه في بشر موجودة على الأرض. بنصحك إنه تتركي هالأسئلة على جنب وتبلشي تفكري بحالك أحسن، لأنك رح تغرقي معه كمان. طير الغربة، تعي لناخد لك أقوالك، حتقولي اللي مخبيتي. ما عندي شي لأقوله ابنه. لا تقولي هيك يا بنتي. يلا خدوها على النظارة، هنيك بتفكر برواق للصبح وبتتذكر. يعني النار ولعت فيكم؟ مو بس فينا، ولعت بالضيعة كلها. ايه وانتي وزوجك مدير الاطفاء ركضتوا لحتى تطفوها؟ ما رح تنطفى، وحتى لو حاولنا. مرجانة بدي كاسة مي بنتي. تكرمي. اسمعي عادي، وقت كنت بالدكانة عند حليم شوف هوليا جاي لعندي، هاي المخلوقة بتكون مرته لبكر الفران. نحن وعم نسلم ونتباوس ونحضن بعض حتى قبل محسوبتك ما تسألها بكر شرف. حزري شو خبرني. والله رح تقلق أعرف شو خبرك. ولك أحكي بقى ناجية. بدك أحكي؟ معناتها اسمعي هالقنبلة، طاهر رح يتزوج اللي اسمه نفس. مرجانة؟ أنتي منيحة بنتي؟ شو صار له؟ انخطف لونه؟ أمي كرمال الله روحي إلي لتنقلع. حبيبتي تعي. ناجية معقول تقولي هالحكي قدام البنات؟ وأنا شو بيعرفني؟ فكرت نسيته لهالمغضوب. بكير على أنه تنسى، هالنار رح تولع بقلب بنتي أكتر شي. المخلوقة مطلقة وعندها صبي وهو عزابي، ومع هيك رح يتزوجها. طاهر مجنون، حواليه كومة بنات، شلون بيتجوز وحدة مطلقة؟ بعد هالعملة كيف بده يطلع بعيون العالم؟ انتي منيحة اختي، قولي اي شي. لك بوس ايدك، ما تضلي ساكتة. طيب ابكي على القليلة، ابكي طالعي كل القهر اللي جواتك. رح يتجوزها نظر. Dalgalar alır.